النهارده معانا البذور دي. البذور دي كنز المريض السكري. البذور دي بتحول السكر اللي موجود في الدم لطاقه، ومش بس كده، لا ده بتنظف الكلى وبتغسلها وبتنظف وبتزود وبتظبط انزيمات الكبد وبتغسل الكبد من السموم. طب ايه اللي معانا النهارده؟ اللي معانا النهارده بذور عملاقه، هنعرفها ونشوف ازاي بناخدها. ما تنسوش بقى معانا تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناة الوصفة السحرية على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد. المشروب اللي هنعمله النهاردة من البذور دي هيحرق لك السكر الموجود في الدم، هيزبط لك التراكمي، هيعالج لك مشاكل كتير من دهون ثلاثية وضغط الدم اللي بيرتفع بسبب الكلى فيها سموم مش عارفة تخرجها. احنا هنخرجها النهاردة بالبذور دي. طب ايه البذور اللي معانا دي؟ البذور اللي معانا دي يا جماعة هي بذور الكزبرة. دي بذور الكزبرة الناشفة زي ما انتوا شايفين. بذور الكزبرة دي كنز المريض السكر. طب ازاي كنز؟ كنز عشان هي بتقلل السكر اللي موجود في الدم عن طريق تحويله لطاقة. تاني حاجة بتحرقه وبتنظم معدلات السكر التراكمي. طب تعالوا بينا في الاول نشوف ازاي نعمل الوصفة، وبعد كده هكلمكم عن فوائد الوصفة مع بعض. اول حاجة ايه طريقة عملها؟ اول حاجة دي الكزبرة الناشفة، دي فيها حبوبة اهي. في ناس بيجيبوها المطحونة بيطحنوها في الخلاط، ما فيش مشكلة، لا اما تستخدمي دي يا اما تجيبها تطحنوها، اي واحدة منهم. اخد نص معلقة كبيرة او معلقة شاي صغيرة واحطهم في كوب زي ما انتوا شايفين كده. الوصفة دي يا جماعة لازم تستخدميها، ست الكل تستخدميها يوميا. بسم الله، هنقول بسم الله، هنحط مية سخنة كده عليها وغطيها لحوالي ربع ساعة او تلت ساعة، دي اقصى حاجة هنغطيها بيها. هنغطيها وهتلاقي اصلا مع النص معلقة دي اللون اتغير معاك، ده لون الكزبرة لما تتحط عليها مية سخنة. طيب هنسيبها نغطيها بقى حوالي كده نص ساعة او تلت ساعة، ده اقصى حاجة يعني تسيبها ايه ربع ساعة او تلت ساعة عشان ما تبردش منك اوي. طب هنستخدمها ازاي ونقول فوائدها؟ اولا الكوب ده اللي انتوا شايفينه ده من الكزبره الناشفه، بعد ربع ساعه كده اشيل دي الغطاء وابدا اشربها. طب لقيته مر شويه او حاجه، ممكن تضيفي عليه معلقه عسل ابيض لو انت شايفه ايه، معلقه صغيره خالص تحليه بس بيها. تمام، وممنوع زي ما انتوا عارفين مريض السكري ممنوع يكتر من العسل الابيض او السكريات عموما. طيب هناخدها امتى؟ الكوبايه دي يا جماعه بتتاخد بعد وجبة الغداء كل يوم، بدل ما تشربي شاي تشربي قهوة تشربي حاجات تعليلك الضغط وتبوظلك الكلى والكبد، اشربي حاجات مفيدة ليك اللي هي مثلا الكزبرة. اكيد طبعا في حاجات كتير جدا بتفيدك على موجودة دي كلها على القناة. ابدأ اشرب كوب واحد يوميا بعد وجبة الغداء. كل ما تستخدميها فترة أطول، يعني ممكن تستخدميها 3 أسابيع أو شهر، كل ما تستخدميها فترة أطول كل ما تحفز الخلايا تنتج الإنسولين، كل ما تعلي معدل الحرق عندك، كل ما تخلي السكر التراكمي موجود عندك في الدم كويس. فبالتالي استخدام الأدوية بعد كده هيقل خالص واحتمال كبير ما تستخدمهاش إن شاء الله. كده اتكلمنا عن الوصفة وازاي ناخدها وما قطرناش عليكم، عشان الناس بس اللي بيقولوا ان احنا بنقطر في الكلام او كده، حضرتك بنقول المفيد. طيب في الجاي من الوصفة هنقول ايه؟ هنقول فوائد الكزبرة. ما هو ما ينفعش تاخدي حاجة الا لما تكوني عارفة اهميتها، اهمية المشروب ده ايه. المشروب ده يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده بيحرق السكر زي ما احنا قلنا اللي موجود في الدم. طب ده وظيفته ايه؟ حضرتك لو السكر اتراكم في الدم بيروح يبوظ خلايا كتير جدا موجودة في الدم. اول حاجة بيعمل سكر، بيعمل غيبوبة سكر عالي ودي خطيرة جدا. تاني حاجة بيبوظ الكلى، لان الكلى بتزود الفلترة. فعشان كده المشروب ده كمان بما انه بيحافظ وبيحرق السكر، قالوا ان هو بينظف الكلى وبيعمل مضر للبول وحاجة مضاد اكسدة. ايه مضاد اكسدة؟ مضاد اكسدة يعني رافع للمناعة، يعني حضرتك لو بتجيلك التهاب اعصاب بسبب السكر هي هتقل خالص، لان المشروب دوت هيرفع المناعه. طب عندك مشاكل في الكلى بقى، لان مريض الضغط مرتبط معاه مضاعفات مرض السكر اللي من اشهرها التهاب اعصاب، فدي حلوه جدا لالتهاب الاعصاب. بيرفع عنده السكر، بيترفع عنده فبتعالج ارتفاع السكر. المشروب ده يا جماعه بينظف الكلى من السموم. تمام،
ليه؟ لأن مريض السكري كتر السكر اللي موجود في الدم بيبوظ الكبد والسموم بتاعته بتكتر في الدم. طيب دي حاجة مهمة جدا جدا. نرجع ونقول ايه اهميته للدهون الضارة. ما انا باخد الكزبرة ليه؟ لازم اكون عارفة اهميتها. الكزبرة بتحرق الدهون الضارة في الدم وبتعلي الدهون النافعة، فلذلك مريض السكري مش هيجيله دهون، فبالتالي الشرايين مش هتقفل، فما يجيلوش سكتات قلبية، سكتات دماغية، جلطات، لان دي مشهورة جدا. اي مريض ضغط او سكر معرض بنسبة كبيرة يجيله ايه؟ جلطة في الشرايين التاجية، جلطة في شرايين المخ بسبب تراكم الدهون وانسداد الشرايين دي يا جماعة. فانت هتاخدي حاجة تنظف الشرايين اول باول، وهي موجودة في الكزبرة. الكزبرة تعتبر انسولين طبيعي لانها زي ما احنا قلنا بتحرق السكر في الدم. طيب ايه تاني؟ الكزبرة يا جماعة الناس بتاخدها بس على غيار الريق عشان تغسلها لايه؟ معدتها او الجهاز الهضمي عموما، عشان الناس بس اللي عندهم سكر وعندهم قولون عصبي او مشاكل انتفاخ غازات، كل المشاكل دي الكزبرة بتعالجها، لان مريض السكري معروف معاه على طول حاجة مصاحبة ليه، الا وهي لخبطة في الجهاز الهضمي، امساك او اسهال بها او غيره، فيبدأ ياخد ملينات، ياخد حاجات تزبط له الانتفاخات والغازات الكتير اللي عنده. لا، النهاردة خد الكزبرة وادعيلي، النهاردة خد مشروب الكزبرة وادعيلي. الكزبرة ياريت تجيبوها حبوب، او لو لقيتوها مطحونة مفيش مشكلة، بس ما تجيبوهاش اللي هي الخضرة، ماشي؟ عشان الفوائد كلها موجودة في الحبوب دي. الكزبرة طبعا بتخش في كل الاكل تقريبا، الطعمية اللي احنا بناكلها يوميا، اي اكلات موجود فيها الكزبرة. فعشان كده انا بشجعك تاخد المشروب دوت وادعيلي، تمام؟ طيب انا واحدة مريضة سكر وعندها مشاكل في الكلى، هل الوصفة دي مفيدة ليا؟ مفيدة جدا ليك، زي ما احنا قلنا هتغسلي الكلى. انا مريض كبد، هل مفيدة؟ مفيدة. هل لو ضغط وسكر مفيدة؟ مفيدة. طب تمشي عليها وانت ماشية على العلاج؟ ليه؟ لان واحدة واحدة هنستبدل العلاج بالمشروبات الطبيعية والوصفات الطبيعية. عشان كده داومي على شرب الكزبرة زي ما انت شايفة، وهتستبدلي الأدوية كلها إن شاء الله بالحاجات الطبيعية اللي بنقول عليها دي. لو استفدتوا بقى في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ودعمونا ودعونا كتير، وصلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام عشان البركة تحل علينا وعليكم. ويا جماعة اللي عنده أي تعليق سلبي ياريت ما يكتبوش، لأن بجد بنتعب على ما نجيب الحاجات دي. على فكرة الحاجات دي مفيدة وناس كتير بياخدوها على فكرة، يعني ما فيهاش أي مشكلة. طب الناس اللي بتقولي أنت بتكتري في الفيديو والكلام، حضرتك أنا كترت في إيه؟ قلت لك الطريقة، وقلت لك الوصفة، وقلت لك إزاي نستخدمه وإيه أهميتها. اللي بتقولي انت بتكتري في الفيديو والكلام، حضرتك انا كترت في ايه؟ قلت لك الطريقه، وقلت لك الوصفه، وقلت لك ازاي نستخدمه وايه اهميتها. انت بتكتري في الفيديو والكلام، حضرتك انا كترت في ايه؟ قلت لك الطريقه، وقلت لك الوصفه، وقلت لك ازاي نستخدمه وايه اهميتها. اللي بتقولي انت بتكتري في الفيديو والكلام، حضرتك انا كترت في ايه؟ قلت لك الطريقه، وقلت لك الوصفه، وقلت لك ازاي نستخدمه وايه اهميتها. انت بتكتري في الفيديو والكلام، حضرتك انا كترت في ايه؟ قلت لك الطريقه، وقلت لك الوصفه، وقلت لك ازاي نستخدمه وايه اهميتها. اللي بتقولي انت بتكتري في الفيديو والكلام، حضرتك انا كترت في ايه؟ قلت لك الطريقه، وقلت لك الوصفه، وقلت لك ازاي نستخدمه وايه اهميتها.